بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي محبي الخط العربي، أسعد الله أوقاتكم. يسعدني أن أستكمل معكم سلسلة تعلم خط النسخ في دورة خطية، وكذلك سلسلة تعلم خط رقعة، وإن شاء الله هنبدأ في دورة خطية جديدة لخط الديواني. وتابعونا وادعمونا حتى يعني نستمر، شجعونا على الاستمرار بدعمكم للقناة، ندعم القناة بالاشتراك فيها ونشير ونتواصل مع بعض، وأي طلبات وأي رغبات ليكم اكتبوا لي على القناة حتى أستطيع تلبيتها. وننتقل إلى درس اليوم. بسم الله. ركز معايا شوية. الألف بتاعنا بجنب القلم أو بتلت القلم، وله ميل خفيف يسار. ماشي. بهدوء كده بالراحة خالص. الخط محتاج صبر، محتاج تأني. حرف النون زي ما خدنا في الحروف كده، اتساع وثلاث نقط. لفظ الجلالة اقدر اجيب الالف كده معلقة على سنة النون، والصاد اللي بنعملها فوق الالف دي همزة وصل، همزة وصل. اللام بتاع لفظ الجلالة قلنا لها قاعدة خاصة، ما هياش بطول الالف. كل ما اعمل حركة اخد فاصل كده علشان اظبط القلم بتاعي واحدد الاتجاه بتاعي الصح، ما اخدش الكلمة مرة واحدة فاضيع اتجاهاتها. اللام التانية خد بالك من لفظ الجلالة وتجويد كتابة لفظ الجلالة، وكم لك من الأجر وكم لك من الفضل عند الله، لأنك بس تكتب كلمة الله جميلة. كم يعطيك الله من الأجر والفضل سبحانه وتعالى جل جلاله. إن الله الآن أنا برسم الحاجب بتاع العين. العين عليها إيه؟ العين عليها حاجب. الحركة التانية، الحركة التالتة واخدة الاتجاه بتاعي على فوق. العين بعدها حرف صاعد. ماشي. والعين الياء من الحروف اللي هي بتنزل عن السطر. ماشي. إن الله على
على كل. على كل. شيء يا علامة سكون كبيرة. على كل شيء. قدير. نسين إيه الهمزة بتاعت شيء. وتحتها التنوين إن الله على كل شيء قدير. أحبائي أعزائي، يسعدني ان انتوا تتواصلوا معايا وتقولوا لي على طلباتكم وعلى رغباتكم علشان اقدر استوفيها في الحلقات القادمة. تقولوا لي على ارائكم ايضا بالنسبة لاي نوع من انواع الخط. احنا استكملنا 25 حلقة شرح وتوضيح لحروف خط النسخ، استكملنا 23 حلقة شرح مفصل لحروف خط الرقعة. الآن بنطبق عملي، بنكتب كلمات، بنكتب آيات، بنكتب أحاديث، بنعبر عن نفسنا، بنعبر عن خطنا، بنحاول ننطلق وننتقل من الحروف إلى الكلمات. اكتبوا لي آراءكم ورغباتكم، ولا تنسوا دعم القناة حتى تشجعونا على الاستمرار، وجزاكم الله خيراً.